أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. بسم الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا
فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بها سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم.
صدق.